تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة، يا مرحبا. بارك الله فيك يا شيخ، الله يفتح عليك. آمين. 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 بس تعطيني مجال، لأن كثير بحاول أتصل ما عم. تفضل تفضل. الله يبارك فيك. شيخ أنا كنت أشتغل زمان يعني تقريبا قبل 5 شهور بشركة. فصارت إنه الشركة يعني صار فيها مشاكل وتسكرت وكذا. فمريت بضيق أحوالي الصراحة يعني، وكانت عيلتي موجودة هون. فدوامت على الاستغفار. يعني كنت استغفر لانه في هاي واستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا الى اخره، صدق الله العظيم. فصرت اداوم على الاستغفار تقريبا باليوم 1000 مرة، 1500، 2000 حسب بعملي يعني، بالسيارة، بالبيت، بعد كل صلاة. وكمان كنت اداوم على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ففي يوم من الايام يعني هيك بعد صلاة الفجر، والله يا شيخ حدث معي، اجاني واحد بالحلم لا بقول لي السلام عليكم، قلت له وعليكم السلام، لا بقول لي رسول صلى الله عليه وسلم بقرأ عليك السلام. فبقول له بلغه السلام يعني، بس مين حضرتك او مين انت يعني؟ لا بقول انا ابو ذر الغفاري. هذا والله يا شيخ حدث يعني بعد صلاة الفجر، والله على ما اقوله شهيد. انتهى المنام ولا؟ نعم انتهى المنام. نعم فحكيت مين انت، كان هو لحية بيضاء علم، لكن بعدها حصل فرج يعني، فرج عنك. الحمد لله الحمد لله، بعدها فتحت يعني، يعني بدي اقول لك شو لقيت شغل الحمد لله يعني، رحت على مقابلة لهم بيقولوا لي ان موافقين عليك، زوجتي لقيت شغل. بعدها بلشت الامور تجيك يعني، اقبى مثلا رايح بدي اعمل ميتنج حتى اجيب شغل او كذا، تفتح علي من جميع الجهات. صرت الاول في الشركة في مجال المبيعات، بدهم يرقوني اخر الشهر، فيعني فتحت بطريقة مش طبيعية. فهي نصيحة للاخوان اللي عندهم ضيق يعني بعد اذنك يا شيخ، انه يداوم على الاستغفار، والله هو الكنز يعني، هو الاستغفار هو الكنز في كل شيء. الله يجزيك الخير. شغلة ثانية يا شيخ، زوجتي الاسبوع الماضي. لا يكفي ما يكفي، يكفي مناما، يكفي مناما واحدة من معي، لأن فعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقضي، يقضي الدين ويزيل الهم كما أخبر بذلك صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء قال الرجل يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها، يعني طول الليل أصلي عليك. قال إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. قال صلى الله عليه وسلم إذن يكفى همك ويغفر ذنبك، من أكثر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من معي؟